سالم احمد العطاس مدير عام مركز الريتاج للسيراميك والمواد الصحيه والمغاسيل. نحن مركز الريتاج للسيراميك متخصصين في بيع السيراميك بكافه انواعه واحجامه، وايضا متخصصين في بيع المواد الصحيه وبعض مواد البناء. ونحن اخذين النظام المحاسبي من يمن سوفت اللي هو لينوكس برو، وهذا يعتبر النسخه الحديثه لليمن سوفت. ولينوكس برو نظام حديث جدا وامين من ناحيه المخازن، من ناحيه التقارير والحسابات الختاميه والميزانيه العموميه، وايضا امين جدا، ويعتبر من افضل الانظمه المحاسبيه الموجوده في اليمن، وحديث جدا. احنا استفدنا منه كثير، وانظمته جيده يعني جدا، تقاريره في ومن ناحيه الفنيه. فالاخ مدير الفرع حضرموت القاضي جيد جدا، وكان يباشرنا اول باول بكل عطاله وبكل شيء بسيط يعني نحتاجه، مثل تحديث، مثل تغييرات بسيطه، ويعتبرون الاوائل في حضرموت، ونحن نشيد بهم. واستفدنا كثيرا، والنظام امين جدا، عدم الاختراق وسهولة المعاملة فيه، والمخازن مضبوطة بنسبة 100%، ونعتبرهم يعني جزء منا. نحن لا نستعين بهم في كل حالة، وما يقصرون، وخدماتهم جيدة جدا وطيبين للغاية، ونشكرهم يعني كثير على تفانيهم معنا وتقديم الخدمات بأسرع وقت ممكن، ونتمنى لهم يعني التوفيق والنجاح.